الواقفين لو سمحتوا، الباب يتسكر لو سمحتوا، شكرا جزيلا. الآن احنا امبارح كنا ماشيين بالريسيرش كويستشن. مين منكم امبارح رد رجع اشتغل على الريسيرش كويستشن ودور في الباب ميد؟ ممتاز، تمام، ممتاز، تمام. اذا احنا امبارح كان لما بحثنا في الباب ميد بحثنا بشكل انه لحتى اعرف في شويه ريسيرش زي الريسيرش تبعي او لا، شو ممكن استفيد، شو ممكن اغير، شو ممكن ابلور. يعني امبارح انا صحيح اعطيتكم الابروف مثلا لبعض البروجكتس، لكن حتى هاي البروجكتس اللي ممكن حكينا انها كويسه تمام، يو ستيل نيد تو لوك ان ذا ليتريتشر، لوك فور مثلا اذر فاريبلز، اذر اوتكمز، الميثودز اللي استخدمت لحتى انه تطبق هذا البحث. سو وي ستيل نيد to use the literature. فاليوم رح نعطي شوي إنه how to search in the literature باستخدام PubMed، باستخدام Google Scholar، وسبق أعطيتكم عنها لمحة بسنة تانية. هي لأولها حل ماشي بس مزبطش هيك، تمام. إذا في أشياء، في بعض النقاط اللي إحنا ممكن لازم تنتبهوا لها خلال السيرش تبعكم، اللي هي what terms to search for، الكيوردز اللي كنا نحكي عنها امبارح. لازم تنتبه لكل كلمة انت بتختارها للبحث لحتى انه ما تطلع برات الدائرة اللي انت بدك اياها. What types of database to search. احنا عادة قلت لكم الان اللي هي PubMed، جوجل سكولر، سكوبس، ممكن في اذر كمان داتابيزز رح نحكي عنها شوي نعطيها نظره انه يو هاف تو نو انها موجوده. لكن احنا ليه بنستخدم هاي الباب ميد او غيرها؟ لانها فري مينلي، اوكي. لكن في اذر داتابيزز ريتش واكبر من الباب ميد، ومثل الام بيز، مثل الويب اوف ساينس، هاي كلياتها داتابيزز فيها ليتريتشر لكن ممكن بدها اشتراك. نعم، البحث ممكن يكون موجود على التنتين، هم مش تنتين، هم أربعة خمسة ستة، موجود كتير داتابيزز. البحث المنشور في مجلة، هاي المجلة بنقدر نحكي عنها اندكس مثلا بسكوبس، فبتلاقيها منشورة في الداتابيز تبعت سكوبس. في البحث نحكي عنه انه المجلة هاي كمان انها معتمدة من الـ ISI اللي هي الـ Clarivate، فبنلاقيها موجودة في كل شيء منشرة في هذه المجلة، بتلاقيه موجود في الـ Clarivate مثلا أو الـ Web of Science، أوكي. إذا لكن الأغلب إحنا لما نحكي عن الـ PubMed هي بتكون شاملة كل شيء منشور. على لو حدا بده يسوي Systematic Review، السيستماتيك ريفيو اللي حكينا عنها ممكن ألقينا عليها الضوء في سنة تانية، اللي هي أني أنا بشوف كل الداتابيزز وبحط فيها نفس الكيوردز وبشوف شو بطلعوا لي من الليتريتشر. رح يطلع دوبليكيتس اللي أنت حكيت أنه نشروا هون في الداتابيز هاي والداتابيز هاي والداتابيز هاي، أوكي. لكن في أشياء ممكن بس موجودة بهاي أو بس موجودة بهاي أو بهاي. لذلك اللي بيساوي systematic review بحيث انه بدور على سؤال معين او انه شو نشر عنه في الليتريتشر، فهو لازم يدور في اكثر من داتابيز. وكل ما دور في داتابيز اكثر، يعني كان ثلاث احسن، الاربعه احسن من الثلاث، والخمسه احسن من الاربعه، وهكذا، بحيث انه يطلع هدول الاشياء كلياتها اللي نشرت في هذا الموضوع. هاي بنحكي عنها systematic review. هلا في منكم بحكي لي الريفيوز، الريفيوز ونشرها كانوا يطرحوها على اساس انه هي البروجكت. الريفيوز مختلف عن السيستماتيك ريفيو،
الريفيو هي بيكون اكسبرت في مجاله او واحد قارئ في مجال معين، فبده يحكي تلخيص لكل شيء وجده. لذلك هلا انتو افضل شيء لما بدكم تدوروا فيه للريسيرش كويستشن تبعكم اللي هي انكم ترجعوا تدوروا على ريفيوز، لانهم اوريدي بيكونوا لخصوا لكم، وخصوصا اذا كانت حديثه يعني ريسنت يعني 2022 مثلا، وفي موضوعكم راح تكون لخصت لكم كل شيء نشر بالليتريتشر. واذا كان سيستماتيك ريفيو بيكون ايضا احسن واحسن، لانك بتضمن انه كل النشر في الليتريتشر موجود. اذا الريفيو شو بتختلف عن السيستماتيك ريفيو؟ الريفيو مش شرط تكون فيها كل المنشور بالليتريتشر، لكنها لخصت لك اياه. السيستماتيك ريفيو لازم انه يكون فيها كل اللي نشر في الليتريتشر في هذا الموضوع من تاريخ معين حسب ما موجود في الميثود تبعت السيستماتيك ريفيو. السيستماتيك ريفيو تستخدم اكثر من داتابيز، باخذ بحط الكي ووردز، تطلع عندي عدد من الارتكلز باخذهم كلهم، بشيل منهم الدوبليكيتس من الداتابيز هاي والداتابيز هاي والداتابيز هاي، التكرارات يعني بشيلها، وبعدين برجع بشوف العنوان، بعملها سكرينينج من ناحيه العنوان ريليفنت للسؤال تبعي، ريليفنت بخليه، مش ريليفنت بشيله، ما قدرت اقرر بفوت على الابستراكت، بقرا الابستراكت اللي هو ملخص البحث، قدرت اقرر انه هو ريليفنت للبحث تبعي او للموضوع تبعي بخليه، مش ريليفنت بشيله، ما قدرت اقرر بفوت على الفول تكست ارتكل، وهكذا لحد ما اتاكد اني حطيت كل شيء بالليترشر. سو اتس ا بروسس، واذا الحقناها بميتا اناليسز معناته دخلنا بعمليه حسابيه. الميتا اناليسز اللي هي الكالكوليشنز بتصير بحيث انه انا مثلا لو حكينا بدي اشوف الاودز ريشيوز او الهازارد ريشيوز، الانكريز ذا ريسك اور ديكريز ذا ريسك، فعندي مثلا دراسات وجدت انه مثلا اسبرين will decrease the risk of cancer. Other studies found that aspirin will increase the risk of cancer. Other studies found that there's no association between aspirin and cancer. Okay? So how can I decide? So this meta-analysis will summarize high risk estimates, high odds ratios او hazard ratios وتعطيني اياهم بواحد. رح تجمعهم كلياتهم وتعطيني، خلينا نحكي تقريبا الافرج تبعهم. اوكي، فانا من هذا الافرج بحكي معناته ملخص هاي الدراسات كلياتها they found that aspirin will decrease the risk of cancer. اوكي، هاي هي systematic review. ليش عم بحكي لكم اياها انا هلا هاي المعلومات؟ لانه شوي في حسيت في لبس بيناتكم اللي هي شو الفرق بين الريفيو systematic review. هاي نقطه. النقطه الثانيه بدي اياكم الان خصوصا اللي في بدايه مشوارهم البحثي اللي لسه في بداياتهم يشوفوا الريفيوز، رح تختصر عليهم مشوار كتير لأن الريفيوز رح تلخص لهم الموضوع كامل. يبدأوا بالريفيوز. أوكي، فنكمل النقاط اللي احنا when searching literature. ممكن احنا نشوف ايضا اللي هي ننتبه انه اي what countries what languages what time period، هاي كلياتها من الاشياء انت خلال السيرش لازم تنتبه لها. يعني لقيت نفس الدراسه تبعك لكن في السعوديه، في بريطانيا، في الامارات، فتعطيك هنت. في الاردن في 10، اوكي في الاردن في المستلمين الموضوع تمام، معناته انا I have to look for an interesting finding. اني لأنا لما بدي أنشر في المجلة اني أنا أقنعهم ليش أنا سويت هذا البحث. ممكن أحكي انه هو الأول من نوعه في الأردن، ممكن اني أحكي انه تم دراسته في الأردن لكن ما تناولوا فيه الموضوع الفلاني. لازم تتميز بشكل أو بآخر، وإلا يعني ما مش رح أحكي لك انه ما رح ينتشر دراستك، ما رح تنتشر، لكن رح تلاقي صعوبة انها مجلة كويسة انها تقبل البحث تبعك. اوكي، اذا ما كنت تدور على التميز في الفكره كبدايه ما رح تنشر دراستك بسهوله. هو كله رح ينشر لكن بالاخر بدك انت مجله اندكس في سكوبس، اندكس في الكلاريفيت،
لانه لما بتطلع تراسل لبرا تحكي لهم انا ناشر بمجله مثلا Q1 Q2 رح احكي لكم كل هاي الاشياء رح ياخذوها they will consider it اوكي انه مجله كويسه اندكس بسكوبس اندكس بكلاريفيت وغيرها سو في امبارح كان كثير افكار حلوه انا رجعت وطلعت عليهم في كثير كانت افكار حلوه وبعض الافكار الثانيه هي valid هي صح كويسه منيحه لكن كنت احكي ارجع للليتريتشر ليش كنت احكي ارجع للليتريتشر لانه رح تلاقي فيه كثير لما نحكي الهايبرتنشن مثلا عند الديابيتس موضوع كثير تم تناوله مثلا لكن لو اعطيتني في حيثيه جديده ما درست مثلا في الاردن او في العالم العربي رح يكون هداك رح تنشر هديك الفكرة الممكن اللي تكون عادي موجودة لكن مش رح تقدر مش رح تنشرها بسهولة في المجلات اللي هي حكينا الاندكست سكوبس أو الاي اس اي وغيرها غيرت شركل بالسلك هذا أخذ نبهوني سو بتعملي ايش؟ تم مالها نفس اللي هي عادة الميتا أناليسز بتيجي بعد السيستماتيك ريفيو بنفس البحث لذلك لو رجعتوا للليتريتشر رح تلاقوا سيستماتيك ريفيو اند ميتا أناليسز او ممكن يوقفوا خلص عند السيستماتيك ريفيو انتهى خلص البحث فهي يعني الميتا بتلحق السيستماتيك ريفيو لانه الميتا بدها تلخص شيء انا جمعت كل اللي بالليترشر ما بقدر احكي له اعطيني هي كمل وحده ولخص لي اياهم لازم اكون ملخص له كل اللي بالليترشر واعطيه الريسك استيميت تبعهم اوكي سو لما نعمل اكستراكت للارتيكلز انا بدي هلا انتم طلعتوا الريسيرش كويستشن تبعكم الخطوه الثانيه شو بلانينج لايش للبحث تبعك فشو بتعمل ببلش اشتغل يعني استبانات هيك ولا شوي مستعجل انت تاكدت من الميثود تبعك تاكدت من التول تبعك يو هاف تو ريد ان ذا ليتريتشر الان هي هاي الخطوه يو هاف تو اكستراكت بيبرز من الليتريتشر ريليتد للموضوع تبعك اوكي اذا انت الان كل واحد كل الريسيرش كويستشن تبعه اوكي انتم امبارح بحثتوا بشكل سريع لكن هلا انت بدك تطلع بيبرز ناشره بالموضوع تبعك اذا ما لقيت ممتاز بدل انه فكرتك نوفل بس انا متاكده رح تلاقي انا متاكده رح تلاقي الا اذا فعلا فكره ما حصلتش زي ما بحكوا اوكي لذلك الخطوه الثانيه انك انت ترجع على الباب ميد انك تعمل اكستراكت لبيبرز بنفس الفكرة تبعك وتفوت تقرأ فيها الميثود بدك تحللها تحليل بدك تلخصهم لحتى هدول بتستخدمهم بالليتريتشر ريفيو شو مقصود بالليتريتشر ريفيو؟ الليتريتشر ريفيو هو يعني سيكشن موجود في كل برودكت ساينتفك برودكت بدك تعطيه scientific products أشياء كتير ممكن إذا كانت رسالة ماجستير تبقى اللي هي thesis دكتوراه thesis تبعت الدكتوراه ممكن يكون report ممكن يكون زيكم هلأ ممكن اللي هي proposal اللي ممكن تقدموه لحتى تاخدوا الفند proposal اللي أنتوا بدكم تقدموه لهذا البروجكت شو الفائدة منه مقترح بحثي بسموه عادة يقدم لحتى نقدر ناخد عليه فند وممكن ايضا يقدم لحتى نقدر ناخذ عليه ethical approval فلذلك اول خطوه في البحث انك تكتب البروبوزل اوكي بدي اكتب البروبوزل خلينا افرجيكم شو البروبوزل انا محاضرتنا يعني محاضراتي بشكل عام هي انا ماشيه معكم زي درس خصوصي لحتى انه انتم تنفذوا البحث تبعكم لذلك ما حدا يركز السلايدز كذا مش هي الاساس اوكي انا تعاملي معكم في في هون كانه بمختبر وبشرح لكم شيء عملي تمام واللي عنده سؤال يسال
الآن البروبوزل كل مؤسسة كل جهة في لها تيمبلت للبروبوزل تبعها. فهذا البروبوزل تبع ليه ما طالع؟ ليه ما بطلع؟ خذ راحتك، هاي بعيد عنك سلكة. حتى هدول الايكونز مش باينات. أنا كنت حكيت لكم يعني إذا خلال المحاضرات لو جبتوا لابتوب معاكم يعني بنمشي مع بعض خطوة بخطوة، اعتبروني موجودة بحيث إني أشرف كيف أنتوا راح تسووا وتنفذوا هذا البروبوزل. ف كأنها هلأ صارت مش عارف أي طريقة بس خلص تمام. شكرا. إذن هذا أمامكم، أوكي. إذن هذا هو البروبوزل اللي بنحكي عنه، رح نعطيكم التيمبلت تبعه، رح ينزل على الإي ليرنينج. هذا البروبوزل كل باحث كل ريسيرشر بده ينشر، بده يعبي للإنستيتيوشن تبعه هذا النموذج لحتى إذا كان بده دعم فند للبحث تبعه، وأيضا بده يعبيه اذا بده الاي ار بي، اوكي موافقه الاي ار بي. فلذلك هو طبعا يعني هو هذا تبع جامعه اليرموك، لكن اي مؤسسه بدك تروح فيها تشتغل فيها او تكون فيها راح يكون لها التمبلت تبعها، وكلهم بيتفقوا باشياء اساسيه. الان هذا هو البروجكت البروبوزل المطلوب منكم تعبوه من هون لنهايه الفصل. التفاصيل هون في البداية، عنوان البحث واسم الباحث، تفاصيل أخرى الكلية القسم وغيرها، بياخذوا معلومات إذا كان هذا الباحث باحث رئيس أو باحث مشارك. شو المقصود باحث رئيس وباحث مشارك؟ فرصة نحكيها لأنه إحنا بهمنا الإثيكال كوندكت للريسيرش. على الباحث الرئيس هو صاحب الفكرة وهو اللي قائم على متابعة البحث. يعني انتم مثلا الجروبس تبعكم في جروب ليدر، صح؟ You have to have a group leader لحتى انه اموركم تتنظم، لحتى يتابع معاكم انه اليوم عندنا كذا اليوم عندنا كذا. نفس الشيء في الفريق البحثي، لازم يكون في ليدر لهذا البحث ونسميه البي اي Principal Investigator، اوكي. هو عادة بيبقى هو صاحب الفكرة وهو بيبدأ فيها من ناحية كتابة بروبوزل، وبيمشي إذا بدها فند بده يجيب هو الفند، وبدخل معاه بالتيم باحثين مشاركين. يعني مش نفس الليدر. مش نفس الليدر، كيف يعني قصدك مش نفس الليدر؟ لا أنا قصدي مش نفس الليدر الجروب. أوكي، لا هلا أنتوا، هلا أنتوا من ناحية جروباتكم أنا ما رح أحكي لكم إنه مين الباحث الرئيس ومين الباحث المشارك، أنا عم بفهمكم كيف البروسيس تبعت البحث. هلا انتم بيناتكم حبيتوا انه هذا الليدر هو يستلم الموضوع حتى لما تيجوا بالببليكيشن هذا البي اي، لان عم بحكي عنه احنا كريسيرشرز، هذا البي اي هو بيكون الفيرست اوثر. هو ترتيب الاوثرز بدكم هلا من هلا مثلا تحكوا انا الفيرست انا السكند، وبيزد اون ذات بيكون الكونتريبيوشن. هلا انتم بالبروبوزال هذا الشيء ما بيهمنا،
بس انتوا بيناتكم تكونوا فاهمين هذا الشيء، متفقين عليه. اوكي، اذا احنا كبروبوزل ما بهمني انا مين البي اي، وبهمني الكل يشارك. اوكي، والبروبوزل هو جزء من البحث، لسه في عمليه البروسيس اوف انك تكتب المانوسكريبت، وايضا انك تعمل السبمشن، وبده يجيك كومنت، وبدك ترد على هذه الكومنتس، فتصير لونج بروسيس. لكن لذلك فالكل هلا يشتغل بنفس الايكوال كونتريبيوشن لحتى يطلع بالبروبوزل. اوكي اوكي، فهاي من الاشياء اللي لازم الريسيرشر يتفقوا عليها، شو ترتيب الاوثرز، مين الفيرست مين السكند. هي انتم ما بتفرق معاكم، برضو برجع بحكي ما بتفرق معكم مين الفيرست ومين السكند، انتم الان كطلاب. لكن ممكن بعض الانستيتيوشنز ممكن مثلا ترقيات او كذا بيحكوا لك بدي اثنين فيرست اوثر والباقي كو اوثر، ما في مشكله، فبصير تفرق معه. لكن انتم الان ما بتفرق معاكم. اوكي، وعالميا، وهي يعني انك لما تكون انت البي اي، انت المستلم بحث، ممكن انهم يحكوا اوه هو الفيرست اوثر، لكن يعني برضو هيز ان اوثر، يعني برضو اتس جود. اوكي، إذا هون بعد التفاصيل، صفة المشاركة وغيرها، بياخذوا معلومات إذا أنت سبق نشرت في هذا البحث وغيرها، هذا كله مش مطلوب منكم أكيد تعبوه، فقط عنوان البحث أنا بهمني. أول خطوة عنوان البحث اللي هي هون. الأشياء الثانية، هاي التفاصيل هي للإنستيتيوشن، خلينا نحكي. ممكن هون اللي هي الأسماء الباحثين تحطوا أسماء الجروب تبعكم. أوكي، وقائمة بالأبحاث مش مطلوبة منكم الآن، هذا اللي بهمنا، هذا هو الكور اللي بهمنا اللي عليه العلامة. بصير يكون أكثر من واحد فيرست أوثر، اثنين عادة، بس بدك تخبري المجلة إنه أنا إحنا اثنين الفيرست أوثر. أوكي، إذا الآن هذا البروبوزل أمامكم، هاي هي السكشنز الأساسية اللي بدها تتعبى من هون لنهاية الفصل، اللي هي أول شيء الأبستراكت. شو المقصود بالأبستراكت؟ ملخص البحث، يعني بحكي شوية عن، والأبستراكت سبق حكيت لكم عنها، اللي هي ممكن تكون structured أو non-structured، اللي هي بتبقى مقسمة ل اللي هي background, method, results, conclusion، أو إنك تحكيها as a paragraph diffused مع بعضها بهذا التسلسل برضه. أوكي، إذا هاي الأبستراكت، إنك الآن أنتوا في البروبوزل هل في results؟ لا، ما في results. إذا أنا شو بدي أكتب هون بالأبستراكت؟ background والmethod و significance للبحث تبعك، شو أهمية البحث تبعك. يعني أنت مثلا لما تحكي لي بدي أشوف prevalence of hypertension among diabetic patients، طب شو أهمية هذا البحث، شو بيميزه؟ ممكن تحكي إنها the first study investigated in Jordan، أو إنها ممكن تحكي إنه الهايبرتنشن ممكن له complications كثيرة في مرضى الديابيتيك، لذلك إحنا لازم نشوف قديش إحنا عندنا. بس أنا لما أجي أقيم البحث تحكي so what، في كثير أبحاث نشرت، أعطيني إشي جديد. لذلك ارجعوا فكروا بالأبحاث تبعكم، بالأسئلة تبعكم، research questions تبعكم، هل هي فعلا مميزة أو لا، لحتى تقدر تحكي إشي بالsignificance. الباراجراف الثاني اللي هي الانترودكشن، او السكشن الثاني اللي هو الانترودكشن، وهو مقدمه عن البحث تبعك. بدك تحكي انه الباك جراوند انفورميشن، واحد ما بزبط انك انت بدك تحكي عن الكانسر والريسك اوف كانسر مع يوز اوف سم ميديكيشنز، تيجي تغري على الميثودز. بدك تحكي له انه وجدوا بعض الدراسات مثلا البري كلينيكال ستاديز والتيشو كلتشرز كان في انه وجدوا اسوشيشنز، لذلك انه احنا بدنا نشوف هل هذا الشيء موجود على البوبوليشنز، على الناس الموجودين، هل هذا الشيء موجود او لا. فبدك تعطي باك جراوند انفورميشن،
بدك تعطيه انه في وجد بعض الدراسات انه هيك هيك بشكل لمحة بسيطة. اذا انا لما احكي عن بعض الدراسات اللي ذكرت 1 2 3 هاي في سيكشن كمان هون اسمه literature review وهذا هو اساس المحاضرة تبعنا اليوم عشان اقدر اعبي السيكشن هذا. هذا اهم سيكشن وراح يفيدك جدا مش بس للي بروبوزل ايضا لما تيجي تكتب المانوسكريبت اللي بدك اياها للنشر. ليش الليترشر ريفيو؟ انت بدك تطلع كل شيء موجود بالليترشر عن الموضوع تبعك وبدك تكتبه بطريقه ساينتفك. المحاضره الجايه ان شاء الله راح احكي لكم شو ساينتفك رايتنج كيف راح يكون طريقه الساينتفك رايتنج. فانت لما تيجي تكتبها بهاي الطريقه اوريدي الليترشر صارت الافكار كلها عندك، لذلك انت بحاجه انك ترتب افكارك بتيبل مسميها literature review table. زي امبارح كيف سوينا احنا البيكو تيبل؟ هل استخدمتوها للريسيرش كويستشن؟ هي ساعدتكم بالريسيرش كويستشن انك انت انتبهت انه هل انا حكيت الانكلوجن اكسكلوجن، انتبهت للنقطه هاي، انتبهت للنقطه هاي. انت ما اخذت تازتز لكن هي ساعدتك انك تبلور السؤال تبعك. ونفس الشيء الليترشر ريفيو تيبل. هلا انا لما اجي اكتب ما بسوي الليترشر ريفيو تيبل لانه اوريدي صارت عندي الافكار دغري بكتبها بسلاسه. انا يعني مع البراكتس يعني مطمنكم ان هي مش خطوات البحث معقده، مع البراكتس بتصير يو رايت از يو جو، بس انك تقرا وتحط المعلومه، بتقرا وتحط معلومه، بترتب افكارك وبتطلع المانسكريبت. فلكن الان كبدايات حتى انك ترتب افكارك بدك تسوي ليترشر ريفيو تيبل. شو الليترشر ريفيو تيبل؟ هاي الليترشر ريفيو تيبل امامكم، اوكي؟ هي الديتيلز تبعها مش واضحة بس اوكي. احسن شوي احسن اوكي. اذا هاي عندنا الليترشر ريفيو تيبل، هاي انت بتسويها بحيث انك هلا راح اشرح لكم شو فيها. هي اللي فيها ديتيلز هي دراسات وحاطه الديتيلز تبعها. لكن انا مثلا في موضوعك وجدت 5 دراسات نفس الموضوع تبعك، ف بتروح بتعمل هاي التيبل وبتحط فيها اول هون هاي اللي هي هون امامكم مكتوب ديزاين. خليني اكبر الخط، استنى شوي. هيك احسن تمام. اذا هاي الليترشر ريفيو تيبل طلعت مثلا 5 دراسات ريليتد للريسيرش كويستشن تبعك، والمفروض تحاول تجتهد قد ما طلعت اكثر بكون احسن، الا اذا كانت فكرتك بتلاقي بالاخر تطلع هي مكرره فبترجع بتسال نفسك وين النوفيليتي بسؤالي. اوكي الان هاي التيبل اول كولوم اللي هي انا عندي طلعت هدول 5 دراسات مثلا، بشوف شو الديزاين لكل دراسه، كوهورت، كيس كنترول، كروس سيكشنال، ممكن كلهم يكونوا كروس سيكشنال، ممكن يكون مش مشكله كيف قديش العدد او شو الديزاينز، بس انت بدك تكون فاهم شو الديزاين اللي استخدموه لحتى انهم سووا هذه الدراسه. الكولوم الثاني ريسيرش كويستشن،
هل هم فعلا شو الدراسه سالت الريسيرش كويستشن تبعك؟ ممكن يكون بالضبط زيك، ممكن يكون مختلف شوي، ممكن ضافوا شويه فاريبلز، فانت بتحطها لحتى تحكي هم شو الاشياء اللي هاي بوينتس انت تتذكرها لنفسك. اوكي، والبيشنت او البوبوليشنز شو هن استخدموها؟ في ناس ممكن نفس الريسيرش كويستشن بس عملوها على دايابيتيك بيشنتس، في ناس عملوها على سورايسيس بيشنت، في ناس عملوها على كذا على كذا على كذا، فانت بتحط التارجت بوبوليشنز لكل دراسه. الداتا كولكشن تول اللي استخدموها مثلا في اكثر من دراسه، انت امبارح كان اغلبكم او عدد منكم مش بطال على الديبريشن، لكن هل كل دراسه شو استخدمت؟ في استخدموا بيك، في استخدموا اللي هي مش عارف، في كمان اكثر من كويستشنير، اكثر من تول بستخدم بقيس الديبريشن. اوكي، انا بستخدم بشوف التولز اللي استخدموها في كل دراسه، وممكن تكون انا عم بحكي از سيرفي او بحكي ممكن از اللي هي الكويستشنير اذا كانت التول، لكن احيانا ممكن يكون ميجرمنت ثانيه، ممكن تكون اشياء باللاب اتس اوكي، بس انت بدك تحط شو الاشياء اللي تم قياستها، شو الداتا كولكشن او الداتا اللي تم التول اللي تم استخدامها لجمع الداتا، سواء كانت انسترومنتال او لا، والاوتكمز. اوكي، الان لما تمسك هاي الدراسات ترتبها بهذا الشكل شو راح تستفيد؟ انتم حكيت لكم انتم الان في بداياتكم، شو راح استفيد انا لما ارتب هاي التيبل امضي عليها وقت؟ الان لما اجي اكتب الليترشر ريفيو اللي قبل شوي السكشن فرجيتكم اياه، راح أصير شو المفروض، شو متوقع مني أكتب في هذا الليترشر ريفيو؟ متوقع إني أكتب شو كل ما ذكر في الليترشر عن الموضوع الدراسة تبعي، فبمسكهم بصير خط خط، في دراسة أهيرنتال وي فاوند إنه كانت كذا كذا، واللي هم عملوا انفستيجيشن لكنهم استخدموا التول الفلاني ووجدوا إنه كانت في أسوشيشن أو إنه كان في علاقة بين كذا وكذا وكذا وكذا، وكانوا هم مهتمين بالأوتكم الفلاني، وصفتها بكل سهولة. تيجي وأيضا في الدراسة الفلانية والتانية، نيجي للتانية اللي هي الهارد سيتال اللي نشرت في سنة مثلا 2013، كانت وجدوا إنه هم كانوا أفرقوا عن هذيك الدراسة إنه كان ما لقوا أسوشيشن، بينما هذيك الدراسة لقوا أسوشيشن. الأفكار عندك بتترتب. أوكي، إذا أنا بهاي التيبل لما أحط فيها الفايندينجز تبعتي أو الليترشر اللي أنا وجدته بهاي الطريقة، لو رؤوس أقلام أنت بتفهمها، لما تيجي تكتب الليترشر ريفيو كل شيء أمامك مكتوب، كل شيء واضح أمامك. أوكي؟ not reported يعني ما كانتش مثلا هون الـ population او البيشنتس، انت لاحظ ان الدراسه قديش هاي not reported، دراسه سنه 1980، دراسات زمان ما كانوا يهتموا بالديتيلز، كان منيح اللي في شيء اسمه دراسه سنه 1980. اوكي، منيح انه في ناس عارفين انه في شيء publication. احنا شو كنا هون وقت سنه 80؟ فش بالضبط، كانوا يحكوا لك لا مش لهالدرجه، وانا مواليد 80 بس مش لهالدرجه. في كهرباء والله. بس انه مثلا برا كان في لايبراريز بروحوا بشوفوها طبعا بيبر. هل كان في مثلا بالاردن نشر سنه 80؟ يعني لحتى تحكي انه وصلتهم المجله اللي كانت تنشر مجله، كان انا يعني شحت بمكتبه في بريطانيا احيانا عشان اوصل لهي، هذه جزء من تيبل انا عملتها لسيستماتيك ريفيو لإلي ففي البي اتش دي تبعي، فكان انه بدي هاي الدراسه سنه 1980، ما لقيتها على الاونلاين، مش موجوده، قديمه. رحت على المكتبه تبعت الجامعه ووجدتها كمجلد، كيف المجلدات هاي الورق الاصفر هيك كبير، فتحتها وصورتها بالمكتبه لحتى اني قادر تو انكلود ات في السيستماتيك ريفيو تبعي. اوكي، لذلك كانوا زمان في منيح، يعني منيح لقيت انه حكوا انه في علاقه بين كذا وكذا، كانت كيس كنترول ستدي وكان في انه علاقه، لكن ما حددوا مين هم البيشنتس مين كذا، لانه لسه الامور ما كانت زينا هلا انه ديفلوبت والمفهوم تبع الدراسات موجود، بدك تحدد مين الكيسز مين الكنترول وغيرها، لذلك بنحكي not reported. اوكي،
أكيد. هلا أنت أسهل لك نعم، لكن أنا المحاضرة الجاية إن شاء الله رح نحكي لكم عن scientific language كيف، أو writing scientific writing كيف تكتبوا. رح أكتب قدامكم فقرة يعني وكيف منطلعها من الليترشر وأكتب المعلومة اللي فيها. أوكي، هذا رح يكون البراكتس أمامكم. الشغلة الثانية اللي بتحكي عنها، وياريت الكل يكون يحاول اليوم ينزل اللي هي referencing software. أنا اللي بستخدمه المندلي، it's free online، بتقدر بس تعمل له داونلود على اللابتوب تبعك، بحيث إنك أنت بصير as you write بتقدر تدخل السيتيشن تبعك. So المحاضرة الجاي أنا بنصحكم على الأقل كل مجموعة يكون فيها لابتوب يكون منزل عليه المندلي أو other softwares إذا حدا عنده خبرة فيها، في الإند نوت، في أكثر من referencing software. شو الفائدة من هذا referencing software؟ أنا بعرف معلومات كتير بس بدك ترتبها. هاي بحكي هم بتحكي لك شو الفائدة من referencing software. هلا أنت لما تكتب بال scientific writing تاخذ المعلومه من مجله معينه، لازم تحكي انه هاي المعلومه اخذتها من البيبر قصدي المعينه. اوكي، لازم تحط لها رقم وترقمهم كيف بصير التسلسل لهم. هذا كله رح اعطيكم اياه عملي للمحاضره الجاي، فبتخربطوش معي الان. هذا الترقيم انت بتقدر تسويه مانيولي، واحنا زمان انا لحقت اسويه مانيولي. الثيسس تبعي بالماستر كانت مانيولي، انا احط الريفرنس وارجع على الريفرنس اذا احط رقم واحد. وين المشكله؟ بس تروح تودي للسوبرفايزر يقول لك شيل هاي المعلومه محطها هاي هون، وشيل هذه حطها هناك، خربطت الريفرنسز. بدك تقعد يومين بس ترتب ريفرنسز. السوفت وير هذا شو بيساوي؟ هو لحاله بربط المعلومه هاي مع هذا الرقم، وبالتالي انت بعدين بس تكتب بدك تغير مكان هاي السنتنس، بدك تنقلها تحت، بدك بتعمل له ريفرش، بعيد الترتيب، وبعمل لك الليست كمان في نهايه الريفرنسز جاهزه. لذلك ما عاد حدا يسويها مانيولي. اوكي، شايفين فائده جيل الثمانين؟ لحقنا كل شيء احنا من المجلدات للمندلي. لا هلا المندلي يعني في احدث منه كمان، بس انه الامور هاي صار فيها تطور بشكل سريع. هاي كلياتها ان شاء الله المحاضره القادمه راح اكتب باراجراف امامكم لحتى تتعلموا كيف الساينتفك رايتنج، وتبداوا بكتابه البروبوزل. كل ما خلصتوا بكير اكثر ضلكم مرتاحين اكثر، ضل في معكم مجال تسالونا بكل خطوه اكثر حتى تكونوا ميك شور انه انتم اموركم تمام. الان نرجع لموضوعنا هون. الان احنا بعدنا بالليترشر ريفيو. اذا المحاضره الجايه يا ريت كل جروب يكون معاه لابتوب ومنزل عليه سوفت وير للريفرنسينج، بحيث انه تو براكتس، واذا عنده اي اشكال عشان اجاوبه عليه، خصوصا مندلي. انت نوت انا ما عندي فكره، ما اشتغلتش عليه. اوكي، السايتيشن اللي هي انا عن المعلومه اللي اخذتها من بيبر معينه وذكرتها بالليترشر ريفيو تبعي، لازم احكي انه انا اخذتها من هذيك، فلازم بدي احط لها سايتيشن بنسميها. هذا الرقم هذا اللي بحكي عنه لكل ريفرنس استخدمته، هذا اسمه سايتيشن. تمام، ورح هلا نفتح بيبرز وتشوفوا كيف الامور تنكتب. اوكي، الآن حكينا إحنا لما نبحث بالليترشر، نبحث في الباب ميد وغيرها، بدك تفكر بأشياء معينة، السينونيمز لكل كلمة أنت بتستخدمها. شو يعني السينونيمز؟ مرادفة.
لازم تغيري، إذا خدتيها بكون سرقة علمية وأدبية. لازم تغيري في الجملة اللي أنت أخذتيها، وعشان هيك رح أعطيكم المحاضرة الجاية شو تغيري. أوكي؟ عملته زي ريفيو؟ نعم. صحيح. هلا هاي الليترشر ريفيو تيبل اذا خليتها كبيره طويله يعني وحاولت اجتهد فيها فاتس ريفيو بالاخر، لكن انت اصلا اوريدي لما تسوي بحث لازم تحط الليترشر، فانت بتعمل زي ميني ريفيو في الهاي. لكن انا لما بدي لبحثي مش شرط انكلود عدد كبير من الدراسات، اي مثلا اللي هي عدد اللي ممكن اي كومبير ماي فايندينجز وذ ات بس كمان سكريبت. هلا الريفيو انا بعرف هلا في عم بيصير اللي هي طلاب كثير منكم عم بيبداوا بريفيوز، لكن الريفيو لازم حتى انك انت فعلا تكون تو بي ببلشد في مجله كويسه وكذا، لازم تو انسر جاب مثلا تفيل جاب في موضوع معين. لذلك الاغلب انه بيكون اكسبرت في هاي النقطه بحكي لك هون سوي لي ريفيو في هذا المجال. اما انت كطالب تيجي تحكي بدي اجمع كل اللي موجود في الليترشر في كذا، فانت شو معرفتك في هذا المجال؟ الا اذا انا ما بنتقص من قدراتكم، الا اذا انت كنت قارئ وقارئ ومتبحر وعارف انه شو الشيء اللي ممكن ينذكر في هذا المجال. So you can do it. اوكي؟ احنا هون بنحكي عن الكواليتي، بحكيش انه ما بتقدروا تطلعوا، لا بتقدروا، بس بدك حتى انك تكون ريفيو اوف كواليتي تو بي ببلشد بدك تنتبه لهي الاشياء. Okay. الآن إذا نحن ندور على synonyms، أيضاً other words and phrases that are related to what you are interested in، words that are broader، words that are more focused، the index terms and keywords، هاي كلها الأشياء لازم تفكر فيها خلال ال literature search تبعك. الآن في two main ways to link these keywords، إما أني بحط and أو or. شو الفرق بين and و or بين synonyms؟ and بتضيق السيرش or تعطيني alternatives للسيرش. تمام؟ أحيانا نقدر نضيف not so it's not، لكنها مش recommended لأنها ممكن إنها تضيع أشياء معك. يعني مثلا بدي diabetes not type 1 مثلا، لكن يعني it's not recommended انك تحط not. اوكي اوكي هاي كلها details انتو شوفوها، لكن how do I extract the data، what is the effect of needle length on local reaction to vaccination in babies، هذا research question. مثلا لو انا بدي ادور على بالليترشر على عناصر هذا البحث، بدي اشوف اللي هي reasons for doing data extraction. ليش انا بسوي data extraction؟ زي هلا حكيت لكم ليش انتم كلياتكم بعد ما وصلتوا للريسيرش كويستشن، وهذاك مثلا مثال عليه، شو بدكم تساووا؟ هلا بدك تسوي data extraction. why؟ وهذا اللي بحكي فيه من الصبح، remembering the information، organizing the information into particular structure، summarizing the content of the reports، ensuring that you look for the key things، making it easier to compare different studies. هذا كلياته حكيت لكم اياه، ليش انا لما اطلع التيبل رح يسهل علي بهاي الطريقه. اوكي الداتا اكستراكشن فورم اللي هي نفسها تقريبا نفس التيبل اللي انا كنت عم بحكي عنها، اللي هي بتساعد how to do data extraction. اوكي بدك تفكر لما تعمل التيبل اللي هي think carefully about what you will use the data for. ليش انت بدك تستخدم هاي المعلومات؟ بدك عشان تكتب literature review، بدك لما تيجي تكتب المانوسكريبت to compare your findings with
the findings of the article اللي طلعت معه. Okay. فهاي أيضا من الأشياء اللي ممكن تحطها في بالك إنه هدول للمقارنة. هدول ممكن أعطيهم كreferences لحتى يعطوني مثلا الباكجراوند انفورميشن للبيبر تبعتي. أنت بالبيبر والبروبوزل فيه اختلاف بسيط، لكن هذا الاختلاف بوجهك شوي كيف تدور بالليترتشر. كيف يعني؟ هلا كبروبوزل والمطلوب منكم في هذا المساق ما في ريزلتس، صح؟ ما في ريزلتس، لذلك انا بس بهمني الليترتشر ريفيو، شو في بالليترتشر. لكن لما بدك انت تكمل للريزلتس وتنشر في الجورنال، واحدة من الجورنالز، بدك تكتب بارتس تانية اللي هي الديسكشن، بدك تو كومبير يور فايندينجز وذ اذر فايندينجز، وبالتالي انت بحاجه للليترتشر. اذا بالمانسكريبت اللي بتكتبها انت بحاجه للليترتشر في تو سيكشنز اللي هو الانترودكشن والديسكشن. بالبروبوزل اللي هلا بدكم تكتبوه انت بحاجه للليترتشر مشان مينلي تكتب الليترتشر ريفيو وشويه بالانترودكشن عنه. اوكي وضحت؟ في سمعت؟ ما انت سمعتها؟ حدا سمعها غيرنا؟ تمام. اوكي. هلا احنا طيب انا عشان ما اضيعكم خليكم معي. هاي رح نرجع هاي عشان نفسر للي حكوا لا. رح افرجيكم اياها هون عشان تفهمونا، اوكي؟ خليها شوي. الان في مثل نحكي عنهم البيج فور داتا بيزز اللي هم اللي ممكن اطول منهم الليترتشر، الميد لاين واللي هي ماخوذ منها الباب ميد. الباب ميد هي الفري فيرجن اوف ذا ميد لاين. اوكي تمام. يعني ميد لاين لها موقع لكن الفري فيرجن منها اللي هي الباب ميد. اوكي الام بيز ايضا هي داتا بيز كبيره ثانيه، الويب اوف ساينس اند سكوبس، هذول هم البيج فور داتا بيزز. في اذر داتا بيزز لكن هذول اكبر داتا بيزز. السكوبس الان انتم اتوقع كطلاب تقدروا تدخلوا، يو كان اكسس، يو هاف ذا اكسس من خلال الجامعه. اوكي السكوبس، الويب اوف ساينس والام بيز ما اتوقع. لا So what are the big databases؟ حكينا عنهم. تفضل. Database تختلف حسب الموضوع. مثلا هون حاطين في nursing لها شغلة، mental health لها شغلة. وين حاطينها هاي؟ For example. هاي other databases. يعني في لها فرق بين قوسين انه مثلا nursing او يعني لها علاقة بالمجال، يعني لا هي هاي يعني هون الاسماء الاكزامبل هي اكزامبلز لاذر داتابيزز غير هذول الاربعه. لكن انا فهمت سؤالك اللي هي انه النيرسينج هون وفي المينتال هيلث. اوكي في داتابيزز ثانيه متخصصه بس بالارتكلز اللي بتنشر بهذا الموضوع، متخصصات في هذا الشيء، لذلك هن صغار، لذلك هن داتابيزز صغار وغالبا بتبقى بدها اشتراك. لذلك انا بس هي حطيتها حتى تعرفوا بس انه في شيء اسمه داتابيز، في اكثر من داتابيز، في شيء اسمه اشتراك، لكن بالاخر من الباب ميد لحالها كافيه ووافيه. جوجل سكولر كمان كويس، في اشياء بالجوجل سكولر بتكون يعني الباب ميد بنشر اشياء الاندكس في سكوبس في الميد لاين. الجوجل سكولر ممكن ينشر اشياء او يحط فيها ارتكلز مش اندكسد. اوكي لكن انت احيانا ممكن تحتاجها انه في اجري الدراسه. اوكي نشرت في مجله مش اندكس بس انا بدي اياها. هذا كله شوي هلا راح اطلعكم من شوي الكونفيوجن اللي انتم فيه. So before you search you have to be clear about what you want to find. فلو حكينا مثلا هذا المثال امامكم اللي هي
articles about dietary supplements to reduce symptoms of chronic pancreatitis. البارح يمكن كان في أكثر من فكرة عن كل هذا dietary supplements بالآخر. فمثلا هذا لو بدي أدور عليه بالليترشر I need to think about اللي هي الارتيكلز about dietary supplements to reduce symptoms of chronic pancreatitis. فهدول هم الكي ووردز حددتهم مين هم الكي ووردز اللي أنا بدي أبحث عنهم اللي باللون الأحمر اللي هي dietary supplements والكرونيك pancreatitis. إذا أنا لما بدي أبحث بالليترشر بدي أطلع وين الكي ووردز اللي بدي أبحث عنها في سؤالي. يعني لو مبارح مثلا تبحت لكل واحد يرجع للسؤال تبعه اللي مبارح كتبه يدور على الكي ووردز اللي بدي يبحث فيها. الآن هيا أنت مستعجل دائما. فإذا عندنا هذول two key words والآن بدي أفكر عن الالترناتيف terms لإلهم وحتى طلعت عندي بهاي الطريقة القائمة. إذا think about alternative terms فممكن بدل dietary supplements ممكن أحكي diet supplements antioxidants multivitamins هاي كلياتها alternatives. أيضا لو بدي أحكي عن chronic pancreatitis اللي هي inflammation of the pancreas inflamed pancreas pancreatic inflammation هاي كلياتها alternatives. ممكن تحكي لكن أنت يعني إذا ما لقيت results ارجع ما شيل النات. So الآن لما بدنا نحكي عن and or كيف إني أقدر أستخدمهم في هذا السيرج فبتصير بهذه الطريقة. لاحظوا الالترناتيفز بين بعضهم بيكون اللي هي dietary supplements or diet supplements or antioxidants or multivitamins هدول كلياتهم and اللي هي البانكرياتيتس بأكثر من شكل بأكثر من alternative. لو حكينا شوي هاي معلومات ممكن تقرأوها وترجعوا لإلها. بنحكي عن الميدلاين. What is midline اللي هي database from the United States National Library of Medicine funded by the US government فيها أكثر من 21 مليون biomedical and life science reference coverage back لحتى بتطلع عن الارتيكلز من لحد 1946. انتم ملاحظين 1946 بشوي كنا نحكي 80 ومنيح اللي في دراسة. هدول عندهم دراسات من 46 منشورة اوكي و citations from 5,600 plus scholarly journals published around the world, references tagged with medical subject headings, MISH terms. MISH terms اللي هي أنا سبق حكيت عنها في سنة تانية هي زي ال keywords بشكل أو بآخر لحتى أني أنا أقدر أبحث عنها في ال PubMed وغيرها. هلا ال PubMed صفحة PubMed نفسها فيها tutorial. تحت تقدر تحضر فيديوز كيف انك انت تو سيرش باستخدام مش تيرمز وغيرها. اوكي حكينا عن why we need to talk about PubMed لانها هي version of midline. It's a free version of midline. اوكي وهذا اليوتيوب حطيت لكم اللينك تبعه لحتى تشوفوا كيف ممكن انه انتم تدوروا في الـ PubMed. هلا الاساينمنت اللي كنت انا مفكر فيه اللي هو هذا بعد بريك ايه ما بقدر ماله تيرمز اللي هي يعني الكي ووردز اللي بنحكي احنا عنها كنا نبحث عنها بنقدر نحكيها از مش تيرم اسمها مش تيرم نفسها الكي وورد تقريبا قديش الساعة هلا؟ طيب على 11 إن شاء الله 11 يكون موجود تمام. الله يعافيك. لا يعني مشي الحال.